الحكومة البريطانية اليوم استلمت خبر من إيران بأنه أكو 2 يحملون الجواز البريطاني من أصول إيرانية رح يتم اعتقالهم. قبل حوالي 3 سنوات تم اعتقال هذول الأشخاص بتهمة التجسس لبريطانيا. مقابل هذا الأمر قامت بريطانيا بفتح حجز الأموال الإيرانية اللي تم حجزها بسبب العقوبات على إيران من مجلس الأمن والخزانة الأمريكية. هذه بريطانيا الخبيثة اللي منها تعمل حصار على الدول وتصادر أموال الدول وتصادر أموال وممتلكات الناس التابعة لهذه الدول، تطلق سراح أموال مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى دولة الإرهاب الإيرانية. هو هذا الغرب وهذا التعامل مالته، وبالتحديد هذه بريطانيا اللي هي رب المشاكل في العالم. تشوفون بريطانيا والتحشيد اللي دا تسويه، بس تريد تسوي حرب عالمية ثالثة بشتى الطرق. واليوم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا هذا الخبل نزل في الإمارات ومتجه إلى السعودية على مود يأخذ نفطاتهم بأقل الأسعار. فما أوصيكم يا قادة العرب، ابقوا تنحوا للخارج وتنحوا لأمريكا وخلي ركبوكم، وابقوا صيحوا هذولا متحالفين ويانا ويحمون عروشنا. بعتوا أعراض العرب، دمرتوا العراق وخليتوا الشعب يتهجر ويتقتل، وانتوا بعدكم باقين متنحين للغرب على مود يحمي عروشكم الخاوية. السرة جايكم إن شاء الله، وهذه حرب روسيا، هذه مو حرب بس على روسيا وأوكرانيا. انتظروا يا شرق الأوسط، شوفوا التقسيم الجديد بعد سايكس بيكو. شوفكم على خير.